الإيمان الخامس باليوم الآخر. المراحل التي يمر بها الإنسان هي كالأيام، عندنا مراحل خمسة أو أيام خمسة: يوم قبل أن تخلق، يوم قبل أن تخلق في العدم، ويوم وأنت في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر برزخ، ويوم آخر الأيام. هذا اليوم الآخر، إذن بهذا الاعتبار كم عدد الأيام؟ خمسة. كيف أؤمن باليوم الآخر؟ تؤمن باليوم الآخر بأن تؤمن بكل ما يكون بعد الموت. إيش يكون بعد الموت؟ خروج الروح، قبض الملائكة لها، صعودا بها للسماء، تفتح وتغلق لأبواب السماء، عودة بالروح إلى الجسد، يسمع قرع عالم، سؤال الملكين على الأصول الثلاثة، عذاب القبر، نعيم القبر، البعث، النشور، الجزاء، الصراط، الجنة، النار، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، الركن الخامس من أركان الإيمان، والله أعلم.